السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتكم بشرة شانيل. منين نفتح لايف ما احنا مرتاحين، اهلو يشوفون. اول ما يخلص اللايف احس مسج ناس، يعني كلام يزعل. في الاول كان يداري ما يبي يعلمني، فاهم؟ خلاص حنا مع بعض، ممكن هيتقبلوا زواجنا وهتجي السعوديه، ويعني فاهمين كان عندنا طموح، يعني انه خلاص تزوجوا على سنة الله ورسوله، في النهايه الاهل هيرضوا، يعني اول شيء سعاده ولدهم. رغم كل هذا ما في، كل ما نجي نفتح لايف مسكين، انا زعلت عليه. انا حزين، بدل ما افكر في نفسي قاعد افكر له. لو صار شيء لاهلك ما نسامحك، مو كذا؟ احنا ما عندنا عيال ياخذوا بنات من السوشيال، يعني ايش فيها السوشيال ميديا؟ ما انا زي اي بنت، ما ناخد اجنبيا، يعني عشان انا مغربي ايش فيها؟ اجمل نساء الكون واحن. لا، الدرجة العادات والتقاليد تسوي كذا. تخيلوا، أقول لكم حاجة، من كتر ما يحكينا عن أهله أقسم بالله إني حبيتهم رغم إني ما شفتهم. حتى عياله حبيتهم ويحبوني، بس الولد عليه ضغوطات. خير إذا جينا نصور سناب أو فرحانين في مكان، أوه هو متهني وعايش مرتاح وحنا شايلين هم. الولد مسكين حتى ما هو عادي يفتح، ما هو عادي حتى يصور. حتى لما جيت صور مع زوجي اللي هو زوجي، ما يقدر ياخذ الجوال ويتصور معي عشان ما يزعل اهله، كني صار كذا هو زوجي بالحالة. حاولنا سنة وثلاث شهور زواج، حاولنا والله إني ما شفت منه ولا الخير. هذا اللي يقار، يا ريت لو خانني أو سوى فيه أي شيء، المهم أكرهه، فاهمين؟ هذا الشيء اللي وجه. حتى من كثر الاكتئاب أظافري أكلتها، جلدي ما عمري تخيل نفسي كنت ضعيفة زي كده. في أشياء كتير ما تعرفوها أنتوا على السوشيال ميديا، إنه إلا طيب. ما كان عشيري، من غير زوج كان عشيري والله. ماني قد أكمل اللايف كيس، أحتاج أنسى. الله يعوضني والله يعوضه، أنا هذا اللي أتمنى. اللي عنده شيء بيقول يقولي، بيتشمت ما فرقت معي، راح أغلى شيء في حياتي. طفي الأغاني هادو، أنا أصلا تعبانة، ودي يشتغلوا الأغاني دول يأكبوا يسوي لك أبا أكتر. قفي عافاك، سدي خلص. فكنتظر اخوتي تعليقاتكم بخصوص هذا الموضوع. شكرا على حسن المتابعة، الى فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامة.